اف اين ان هانسيو ايفو الخن فاهور اف نيف انساني اشين شاين تو فيري ايفول اخرج الرياح من خباياه نفخ في الاشجار حتى ازهرت. أفئيني معناها هو قد أخرج، هانسيو معناها رياحا، إيفول خين معناها إلى خارج من، نف أهور معناها كنوزه أو خباياه، أفنيفي معناها هو قد نفخ. فيكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. مزمور 1:3. رب يسوع المسيح، هلم وانفخ في كما تنفخ في الأشجار فأثمر وأصنع ثمرا يليق بحياة مقدسة، واجعل روحك القدوس يعمل في بقوة فلا أمنع تأثيره أو عمله في حياتي، وتصبح نفسي أرضا مقدسة لك فتأتي بثمر 30 و60 و100، وأزهر ظهرا جميلا ينبع منه رائحة المسيح الذكية فتجذب النفوس لك يا إلهي، ويخلص الجميع بسببي. آمين.